نواصل حال تمارين كتاب مدرسي، ومع التمرين رقم 9. التمرين رقم 9، وحدة الطول هي السنتيمتر. اكتب بي محيط المثلث بدلالة الحرف إكس. الحرف بي قلناه في الفيديو السابق، بيريمتر، موجود في الكتاب، في آخر الكتاب، بدلالة الحرف إكس. نلاحظ ملاحظة مهمة، أنه أصر على الوحدة، هناك إصرار على ظهور الوحدة. إذا المحيط ماذا يساوي؟ يساوي مجموع الأطوال. هناك رمز التقاوس x زائد x، إذا المحيط P يساوي 5 زائد x زائد x، x زائد x 2x. ماذا أكتب؟ أكتب P تساوي 5 زائد 2x بين قوسين سنتيمتر. هذا الحل الشفوي، 5 زائد x زائد x تساوي 5 زائد 2x بين قوسين سنتيمتر. إذا بدون وحدة، بدون وحدة، b تساوي 5 زائد x زائد x، 5 زائد 2x، لأنه أصر على الوحدة. نكتب 5 زائد 2x بين قوسين. عندما لا نكتب القوسين تكون الإجابة خاطئة، يجب أن أكتب القوسين، يجب وضع الأقواس، إذا لم تضع الأقواس الإجابة تكون خاطئة. انتهى الحل.